طيب ديني. طيب في كتاب هنا اسمه رفع الأستار لإبطال أدلة القائلين بفناء النار، كاتبه الصنعاني وحققه الألباني. كتاب ده كتاب قيم جدا، رد فيه على أدلة القائلين بفناء النار. لكن ركز معي، ابن القيم هنا ناقل كلمات جميلة. أولا نقل قصيدة اسمها الكافية الشافية، نقل منها أبيات لابن القيم القصيدة دي، وهذه القصيدة من آخر ما كتب ابن القيم. شوف تسلسل الأحداث دي وضبطها، لو ما عرفته المسألة دي دقيقة ومشعبة، لأنه ذول بيجيب لك قول بعد ذاك أنت حتبغى ترد على ابن القيم، ترد على ابن تيمية وتتهمهم بالباطل، ويا كمان أنت تتبنى القول ده، حتبقى مشكلة. هذه القصيدة اسمها الكافية الشافية، قال ثمانية حكم البقاء يعمها، ده ابن القيم. ثمانية حكم البقاء يعمها من الخلق والباقون في حيز العدم، هي العرش والكرسي ونار وجنة وعجب وأرواح كذا اللوح والقلم. دي مما استدل به الشيخ الألباني على إنه ده من آخر كلام ابن القيم، إنه يقول بعدم فناء النار. طيب أيضا نعيد تاني، قال ثمانية حكم البقاء عمها من الخلق والباقون في حيز العدم، هي العرش والكرسي ونار وجنة وعجب وأرواح كذا اللوح والقلم. طيب خذ معك النقطة دي في تبرئة ابن القيم. أيضا ابن القيم له كتاب صغير يسمى الوابل الصيب، الطبعة دي طبعة صغيرة ساي، هو الكتاب مجلد كبير لكن بس طبعة صغيرونه. في الوابل الصيب الصفحة 24 ابن القيم نقل تفصيل جميل يحسم المسألة دي، يقول ولما كان الناس ثلاث طبقات، طيب لا يشينه خبيث، وخبيث لا طيب فيه، وآخرون فيهم خبث وطيب، دورهم ثلاثة، يعني زي ما الناس ثلاثة أصناف، بيجاي خبيث صافي وبهنا طيب صافي وفي واحدين في النص. قال لما كانوا الناس ثلاثة أصناف قال دورهم ثلاثة، دار الطيب المحض ودار الخبيث المحض، وهاتان الداران لا تفنيان. كده مش واضحة؟ وده القول اللي رجحوا الألباني، قول أهل السنة إنه الجنة دار خير وطيب محض، زول خش الجنة ده ما بيملك تاني، نسأل الله سبحانه وتعالى جنة من أهل الجنة، زول خش الجنة تاني ما بيطلع، دي هي دار الطيب المحض. أما النار في ناس بيخرجوا منها صحيح، أصحاب الكبائر من الموحدين بيخرجوا من النار جزما بيخرجوا ذيل. طيب فيبقى بيقولوا البتفنى هي النار أو الجزء من النار الموجود فيه شنو؟ أهل الكبائر من الموحدين يخرجوا منها يمشوا الجنة، النار اللي هم فيها دي بتفنى. عشان كده هنا قال وهاتان الداران لا تفنيان، الجنة ما بتفنى والنار اللي فيها الكفار والمنافقين ما بتفنى،
قال ودار لمن معه خبث وطيب وهي الدار التي تفنى وهي دار العصاة. إذن الفناء فناء النار اللي بيعنيه ابن القيم يا تنار كلها ولا النار الفيها العصاة؟ إذن هي النار اللي فيها العصاة. قال فإنه لا يبقى في جهنم من عصاة الموحدين أحد، فإنهم إذا عذبوا بقدر جزائهم خرجوا من النار فأدخلوا الجنة، ولا يبقى إلا دار الطيب المحض ودار الخبيث المحض. وكلام ابن القيم ده هنا كلام واضح جدا. كده يبقى عندنا أخواننا إنه كون ننسب القول بفناء النار لابن تيمية خطأ، وغاية ما موجود في الكتاب ده الصنعاني في كثير من المواضع حقيقة تحامل على ابن تيمية وإن كان هو من العلماء الأجلاء، لكن نسب كثير من الاستدلالات لابن تيمية من غير إثبات عليه. ابن تيمية ما قال الأشياء دي، ما قاله، بل في كتب ابن تيمية ما يخالف ذلك. دين كتاب فتاوى مجلد 16 195 طيب ابن تيمية هنا ذكر الآية فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى، وإلى أن قال في شرح الآية أما أهلها الذين هم أهلها فلا يموتون فيها ولا يحيون. ركز معي. قال وأما الذين ليسوا من أهل النار فإن النار تميتهم ثم يقوم الشفعاء فيشفعون فيهم فيشفعون يؤتى بهم إلى نهر يقال له الحياة أو الحيوان فينبتون كما ينبت الغثاء في حميل السيل، يعني النبتة. قال فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الصلي هناك في الآية فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها، أن هذا الصلي لأهل النار الذين هم أهلها، وأن الذين ليسوا من أهلها فإنهم يصيبهم بذنوبهم، وأن الله يميتهم فيها حتى يصيروا فحما. يعني اللي بيخرج منا دلعتهم بيخرج منا العصاة، أما أهلها فهؤلاء يصلون النار. فقول ابن تيمية ده هنا الألباني قام نقل كلمة نختم بها الموضوع ده عليه رحمة الله في الصفحة في كتاب رفع الأستار الصفحة 32 قال وإن مما يمنع توجيه الطعن في ابن تيمية لقوله بفناء النار علاوة على ما ذكرنا آنفا أن له قولا آخر في المسألة وهو عدم فنائها كما سبق بيانه بالنقل عنه، وإذا كنا لا نعلم أي القولين هو المتأخر أو أي القولين هو المتأخر فمن البدهي أن الطاعن لا بد له من الجزم بأنه هو الأول. يعني ما قال لو وجد قول، وإن كان القول ذاك ما موجود في كتب ابن تيمية، لو وجد قول زي ذا وعندنا قول آخر بعدم فنائها، فالزور البطعن يلزم يثبت لنا إنه هذا القول هو المتأخر. طيب ودون ذلك خرط القتاد يعني مستحيل. وأما نحن فإن حسن الظن الذي أمرنا الله به يقتضينا بأن نقول لعله هو الآخر لأنه موافق للإجماع الذي نقله هو نفسه. الإجماع على القول بفناء النار نقله ابن تيمية،
فضلا عن غيره كما تقدم. وقد يؤيد هذا أن ابن القيم نقله أيضا كما سبق في قصيدته الكافية الشافية. فالظاهر أنه مات على ذلك لأنها قرأت عليه في آخر حياته. فقد بعدم فلا النار طبعا أي بعدم فلا النار ما بجي بقرأ لك الإجماع بعد شوية. قال فقد ترجمه الحافظ ابن رجب الحنبلي في طبقاته وذكر في آخرها ما يشعرنا بذلك. طيب الإجماع اللي نقله اللي هو ذا قال ابن حزم في الملل والنحل, كلام ده في الملل والنحل لابن حزم مجلد 4 صفحة 83, اتفقت فرق الأمة كلها على أنه لا فناء للجنة ولا لنعيمها ولا للنار ولا لعذابها إلا جهم ابن صفوان. جهم ده معروف من المبتدعة. قال وفي العقيدة الطحاوية والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان. ده كله كلام ابن حزم. قال ثم رأيت ابن حزم قد أورد المسألة أيضا في كتابه مراتب الإجماع. مراتب الإجماع ده ابن تيمية عنده تعليق عليه, عنده تعليق على مراتب الإجماع. قال وأن النار حق وأنها دار عذاب أبدا لا تفنى ولا يفنى أهلها أبدا بلا نهاية. وأقره شيخ الإسلام أحمد بن تيمية خلافا لغيرها من المسائل التي تعقبه فيها. يعني ابن تيمية أقره على شنو؟ على القول بأن النار تبقى أبدا ولا يفنى عذابها. ومن هذا يا أخواننا يستفاد بعد تبرئة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وابن القيم وعلماء السنة من هذا القول المبتدع بعد تبرئتهم, يستفاد منا يا أخواننا العظة من هذا. يا أخواننا النار دي لو لم يكن فيها شيء من حر العذاب سوى أنها مغلقة وأبدية, مش ده يكفي يكون عذاب؟ ربنا قال إنها عليهم مؤصدة مكفولة. كده أنت تخيل إنسان يبقى في دار مكفولة ومظلمة وفيها دخان, دخان بالصاعد فيك وظلام, وفوق لهذا كله أبدية. ربنا قال كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. كلما لما تتأمل إنه عذاب جهنم دي دائم ما يتوقف عن المشركين أبدا أبدا الآباد, ما في أمل. سبحان الله ربنا يقول فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. بعدين يا ريت لو العذاب فيها على حد واحد أكان يكون على أهلها ما فيه زيادة ألم, لكن العذاب فيها زايد. فدي مسألة فظيعة جدا والإنسان يتعظ من هذا أشد الموعظة. طيب كده يا أخوان نكون حررنا المسألة دي. الكلام فيها طويل, خلاصة شنو؟ مسألة اتهام شيخ الإسلام ابن تيمية بفناء النار, ده نريد يلخصنا الكلام ده. أنا حسيت به طويل وفي ناس قد يكون ما سرحوا شوية ولا في ناس نعسوا. زول يدينا ملخصة. أي يا حمد تمام. النقطة الأولى اللي بيقول ابن تيمية يقول بفناء النار يدينا كلام من كتب ابن تيمية وما بيجي. ممتاز جدا. ابن تيمية نقل الإجماع أو أقر الإجماع في كتاب ابن حزم مراتب الإجماع, أقر الإجماع بعدم فناء النار. درد نمرة 2 3
أيوة، إنه كلام الألباني إنه لو وجدنا القولين حسن الظن بيحملنا إنه نقول القول بعدم فناء القول الآخر لابن تيمية، وخاصة يأيد شنو؟ إنه قصيدة ابن القيم الكافية الشافية كانت بتين في آخر حياته. تاني زيادة. تمام، ترجيح ابن القيم في كتاب الوابل الصيب قسم الدور لثلاثة، طيبة وخبيثة وخبيث وطيب، وبين انه الخبيث والطيب دي هي اللي بتفنى، اما الدارين الطيب المحض والخبيث المحض باقيتان. كده وضحت المسألة يا اخواننا؟ دي انا بعتبرها من اكثر الشبهات اللي فيها دقة، فيها دقة ودايرة تحقيق ودايرة ضبط. اذا وضحت دي ان شاء الله بقيت المسائل بنمشي فيها بسرعة. طيب 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 الأشوفة اللي بعديها بعد مسألة القول بفناء النار، مسألة دي يا أخوانا الناس استوعبتها ولا تحتاج لي توضيح لسه؟ ها خلاصتها شنو؟ خلاصتها ها إنه هذا القول لا يوجد نصا في كتب ابن تيمية، إنما نقل عن رسالة نسبت له. ثانيا ابن تيمية نقل الإجماع أو أقر الإجماع اللي ذكره ابن حزم. ثانيا قول ابن تيمية نقلناه، وبعد ذلك كلام ابن القيم في ترجيح المسألة. لأنه أنا جبت كلام ابن القيم ليه؟ هو الطعن في ابن القيم هو نفس الطعن في ابن تيمية، لكن كثير ممن نسب القول بفناء النار لابن تيمية عولوا على كلام ابن القيم، لأنه قالوا ابن القيم فينا بنقول عن شيخه، ما دام ده التلميذ كده إذا شيخه معه، لأنه بيقولوا نقل الأدلة دي عن شيخه. فترجيح ابن القيم في كتاب الوابل الصيب لأنه النار اللي بتفنى هي نار عصاة الموحدين، إذا كده المسألة وضحت. هو ما حيلقوا كلام صريح من كتب ابن تيمية. طيب يقول أيضا القول بأن الله جسم من الأجسام، ينسب لابن تيمية أنه يقول بأن الله جسم من الأجسام، هذا كذب محض، وحتى المصدر اللي أحاله ما موجود فيه، حال مصدر من الفتاوى ما موجود فيه. طيب أما الموجود في المجلد 17 من الفتاوى،
المجلد 17 من الفتاوى، الصفحة 317. القول ده يا أخواننا قول قبيح جدا، كون الإنسان يقول الله سبحانه وتعالى جسم من الأجسام، هذا قول قبيح، وما قال ابن تيمية ولا أحد من علماء المسلمين أبدا. كلام ابن تيمية يقول: وإذا عرف ذلك فمن قال إنه جسم وأراد أنه مركب من الأجزاء فهذا قوله باطل، وكذلك إن أراد أنه يماثل غيره من المخلوقات فقد علم بالشرع والعقل أن الله ليس كمثله شيء. في شيء من صفاته، فمن أثبت لله مثلا في شيء من صفاته فهو مبطل، ومن قال إنه جسم بهذا المعنى فهو مبطل. فابن تيمية يرد بصريح العبارة، خلاصة يعني نسب له القول بأنه يقول أن الله جسم، وهنا ابن تيمية يقول لك أن الكلام ده كلام باطل ولا يجوز في حق الله تعالى. أيضا دي ما جابه حمد المنتصر، لكن جابه صاحبه تاني ده حامد، وقام قال ابن تيمية يقول بقدم العالم ويقول بحوادث لا أول لها. بقدم العالم معناه شو الكلام ده ذاته؟ وبعدين بيقولها لهم تلقى بيقولها وهم ما فاهمين ده ذاته معناه شو. بقدم العالم أو بتسلسل الحوادث، أي أن العالم المخلوقات لا دائمة ولا أول لها، كما أن الخالق لا أول له وهو الأول. ربنا سبحانه وتعالى يقول هو الأول والآخر والظاهر والباطن. لما تقول العالم لا أول له، إذن بقى المخلوق كالخالق، صح؟ أنت لو مشيت قريت في كتب ابن تيمية في المواضيع اللي بتكلم على أشياء زي دي، في نقد فلسفي للجماعة ديل بعبارات فلسفية وكلام بعبارات أنت قد تكون ما سمعت بها، الحادث والمحدث، أنت عارف بتكون رايح أنت في نص الكلام، هو داير يصل لشنو، والحق مع منو ذاته والباطل مع، أنت ما بتكون فاهميش. يعني في نغاية زي ده في بعبارات فلسفية أنت بتروح، لكن بس في النهاية المهم بتصل لحقيقة إنه القول بقدم العالم ده باطل. والكلام ده قاله ابن تيمية براوي في المجلد الثاني من الفتاوى، الصفحة 188. المجلد الثاني. طيب قال: وإذا كان المسلمون يكفرون من يقول إن السماوات تقله أو تظله لما في ذلك من احتياجه إلى مخلوقاته، فمن قال إنه في استوائه على العرش محتاج إلى العرش كاحتياج المحمول إلى حامله فإنه كافر. فهمتوا؟ حتى القول ده بنسيبه له برضه، صح؟ يقول لك ما دام انتم بتقولوا الله الرحمن على عرش استوى، إذن المولى بيحتاج الى السماء. ابن تيمية قال لك من يقول هذا فهو كافر، لان الله غني عن العالمين وهو الغني المطلق، وما سواه فقير اليه، مع ان اصل الاستواء على العرش ثابت بالكتاب والسنه واتفاق سلف الامه وائمه السنه، بل هو ثابت في كل كتاب انزل على كل نبي أرسل. طيب ده كلامه عن ده ما هو موضوعنا الدارين. طيب أنا شكله افترض علي الجزء بتاعه. المهم
لا بجيبه المرة الجاية. القول بقدم العالم أنكره الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى، وده نقلي نقلته أنا في حتة تانية، ده ما موضوع. المهم موجود إن شاء الله، بس دقيقة الزمن بجيبه. في مسألة كبيرة أنا ذكرني لها السائل في السؤال، حديث جلوس الله على العرش اللي قلنا ابن تيمية ضعف الحديث ده وما بقول به. طيب ده في الفتاوى 16435. طيب قال شيخ الإسلام في الفتاوى مجلد 16435 صفحة، قال: وطائفة من أهل الحديث ترده لاضطرابه كما فعل ذلك أبو بكر الإسماعيلي وابن الجوزي وغيرهم، لكن أكثر أهل السنة قبلوه. وفيه قال: إن عرشه أو كرسيه وسع السماوات والأرض، وإنه يجلس عليه كما فما فضل منه قدر 4 أصابع، أو ما أو فما يفضل منه إلا قدر 4 أصابع، إنه ليئط به أطيط الرحل الجديد براكبه. قال في الصفحة البعدية: فلو لم يكن في هذا الحديث إلا اختلاف الروايتين، هذه تنفي ما أثبتته هذه، ولا يمكن مع ذلك الجزم بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد الإثبات، وأنه يفضل من العرش 4 أصابع لا يستوي عليها الرب. وهذا معنى غريب ليس له قط شاهد في شيء من الروايات، بل هو يقتضي أن يكون العرش أعظم من الرب وأكبر، وهذا باطل مخالف للكتاب والسنة والعقل. إذن القول إذا نسب له هو بيرد وبيبطل، يرد هذا القول الذي نسب لابن تيمية، وهذا الحديث قال لك الروايات فيها اضطراب. طيب مسألة ثانية، أيوة، القول إن الله إذا أراد أن يستوي على جناح بعوضة لفعل، قال ما علقنا على هذا القول. القول إذا نسبه لابن تيمية، نسب لابن تيمية، وهذا القول أيضا نقله ابن تيمية عن أبي سعيد الدارمي، ما قول ابن تيمية، هو قول أبي سعيد الدارمي، يقول: لو شاء الله، لو شاء الله لاستقر على جناح بعوضة. وهذا القول مع إنه ما قول ابن تيمية، لكن هذا القول ما فيه إشكال، لأنه هو ما أثبت أن الله سبحانه وتعالى استقر على جناح بعوضة زي ما بقولهم، ما أثبت. لكن هذا فرض، لو شاء الله، أي الله سبحانه وتعالى يقدر أن يفعل ما يشاء، هذا معناه. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، هل كل نفس اهتدت؟ ما اهتدت. هل معناه ربنا سبحانه وتعالى ما قادر يفعل كده؟ لا أبدا. لكن هذا على الافتراض، لو شاء الله لفعل كذا، لو شاء الله، ولو يشاء ربك لهدى الناس جميعا، ولو يشاء الله لانتصر منهم، ها، ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك علينا به وكيلا. وهكذا داعي أخواننا على الفرض، وأن الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، لكن ما معناها إنه هذا هو قول أهل السنة، إنه المولى تبارك وتعالى يستوي على كذا أو استوى على جناح بعوضة، إنما الوارد في القرآن الرحمن على العرش استوى، هذا الوارد في القرآن. طيب
إذا كان ابن تيمية يقرر بأن النار التي تفنى هي نار العصاة من الموحدين، فما دليله على هذا القول؟ طيب، الدليل عليه أدلة كثيرة جدا ذكرها العلماء ونحن تركنا خشية الإطالة. أدلة كثيرة جدا، منها قول الله تبارك وتعالى: وأما الذين شقوا ففي النار خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وكل الأدلة اللي استند عليها القائلون بأن النار تفنى هي محمولة على فناء النار اللي فيها العصاة من الموحدين. كل الأدلة اللي استندوا عليها، منها أثر نقل عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ومنها آثار منقولة عن غيره من الصحابة، ومنها أحاديث في السنة، ومنها آيات كثيرة، فيها آية الأنعام اللي فيها إلا ما شاء ربك، وآية سورة هود إلا ما شاء ربك. فقالوا الاستثناء ده يفهم منه أن ما يفنى من النار هي نار الموحدين. طيب، ها الأدلة الذي لو دايرة بتلقاها في كتاب الطحاوية، في العقيدة الطحاوية، أنا هنا ذكرتها بس الأقوال، لكن الأدلة كلها موجودة. ده هنا بيسأل، قال الكلام ده محمد المنتصر اللي بكذب على ابن تيمية جابه من وين؟ جابه من كتب ألفت وألفها أعداء ابن تيمية، بل هم أعداء الحق وأعداء الطريق السليم وأعداء السنة. ألفوا كتب في التشويه، في تشويه صورة الإسلام وتشويه صورة أهل السنة، وكلها مبنية على الخرافات. انتهى الزمن؟ طيب، الزمن انتهى. ننبه أخواننا على أنه الناس إن شاء الله بعد ما تخلص من الصلاة الناس يطلعوا برا، بس الناس ما يقيفوا بيجاي في الشوارع، لأنه الجيران يا أخواننا بيتأذوا من وقوف الناس. لأن أنت عارفين وضع المسجد ما فيه حوش وكذا، فنحن طوال الجيران فاتحين في المسجد، فأي زول عنده بقية كلام مدارسة حاجة يكملها داخل المسجد، أما لو نطلع برا طوال يمشي هذا. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم.